السلام عليكم ورحمة الله. أنا دلوقتي يا جماعة لسه واصل المقابر حالا، رايح أزور والدي الله يرحمه. يا ريت يا جماعة ندعي له بالرحمة كده، ربنا يرحمه كده ويغفر له ويرحم جميع أمواتنا وأموات المسلمين يا رب العالمين. بصراحة أنا لما باجي المكان هنا ببقى بحس براحة، راحة تامة، راحة جميلة وهدوء، ويعني الله أكبر على المكان يعني. وهي دي آخرتنا يا جماعة، هي دي آخرتنا، الواحد آخرته المكان ده، هو ده بيتك وهو ده اللي هتعمر فيه وهو ده طول عمرك هتفضل موجود فيه، هي دي آخرتنا. لا اللهم ارحمنا وارحمنا جميعا يا رب العالمين يا رب. لا ارحمك يا بابا، لا ارحمك. احنا هنا في مقابر الرحاب يا جماعة. انا في طريق اهو للعين بتاعت والدي، الله يرحمه ويرحمنا جميعا. ادعوا له يا جماعه بالرحمه، ادعوا له وادعوا لجميع امواتنا واموات المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم، اللهم امين يا رب العالمين. وصلت يا جماعة، ادعوا لأبي، اللهم اغفر له وارحمه.